اتفرج على ماتش حلو لانه كمان الاثنين مدربين مستقرين، يعني احمد سامي مكمل من اول الموسم، طارق العشري مكمل، لكنه حتى لما قفش الماتش اللي فات لكن اداره النادي بقياده الحاج محمد مصلحي نجحوا ان هم يرجعوه. يعني الاستقرار حلو في الكوره حتى لو انت نتائجك متذبذبه والاثنين نتائجهم متذبذبه، يعني الاثنين لا بيكسبوا على طول ولا بيخسروا على طول، لكن الاستقرار مخليهم هم الاثنين في مكان كويس، واعتقد ان هم بالشكل ده ممكن يختموا كمان في مكان كويس. بص، هي معادلة كانت من بداية الدوري بيقول لك يعني لم بنط كتير عشان تبقى انت مرتاح ومريح لعيبتك. يعني ازاي مريح لعيبتك؟ النهارده اللعيبه بتلعب بارتياحيه، ما عندهاش ضغوطات كبيره. النهارده مهما كان بيلعب على ضغوطات المربع الذهبي، بس ده حافز قوي بالنسبه للعيبه ان هي تظهر بشكل كويس. اوكي، على العكس وعلى النقيض، انت النهارده بتلعب على مثلا الهروب من الهبوط، عندك مشاكل كبيره جدا ما بين الفرق اللي تحت، فانت النهارده عندك اريحيه. سواء كابتن طارق العشري، يمكن انا استغربت النقد اللي كان تعرض له بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره من النتائج اللي موجوده. اعتقد ان الاتحاد بيعيش ازهى فتراته، يمكن مميز بشكل كويس جدا، عنده قوام فريق جيد جدا، عنده اداره اعتقد ان هي مستقره جدا. فانا شايف ان الاتحاد ماشي بشكل كويس جدا، فانا استغربت من يعني النقد اللي حصل في مباراه الاهلي، يمكن الدكتور طه اشار ليه. لا، طبيعي، خلي بالك ان ممكن اي فرقه تتعرض للهزيمه او الخساره، مش ده الداعي ان انت يعني تتكلم على بقى فرقتك اللي فات بالشكل كله. ده. بالظبط. ممكن تنقد بس بشكل فعال، بحيث ان انت تقدر تعمل نتائج ايجابيه بعد كده. ممكن ده اللي حصل، ويمكن استقرار الحاج محمد مصلحي، يمكن عنده خبرات كبيره في الحته ديت، قدر ان هو يلم الموضوع مع كابتن طارق العشري. واعتقد ان يعني نتيجه المباراه اللي فاتت ظهرت الشكل اللي موجود في استقرار نادي الاتحاد. نادي سموحه عايز اقول ان هو بيمشي على سطر ويسيب سطر. الكابتن احمد سامي خلي بالك برضه هو مجمع فرقه، يعني البادجت بتاعها مش عالي، مش كبير خالص، وهو هي دي حتته، هو بيلعب في الحته دي. يعني هو يعني سموحه جايبه عشان الحته دي. ويمكن من بدايه الموسم كان بيقول ايه؟ بيقول ان انا عايز اجمع نقط عشان اقدر اللعيبه تبقى مرتاحه، عشان تقدر تادي، ساعتها بقى هيوصل للمربع الذهبي بسهوله. ده من وجهه نظري. يعني كابتن احمد سامي عنده استراتيجيه معينه، ان هو تجميع النقاط في بدايه الموسم، الاستقرار الفني مع لعيبته نفسيا، يقدر بقى يوصل للاهداف اللي هو عاوزها، اللي هو مربع ذهبي، اللعيبه ما عندهاش توتر، ما عندوش اي مشكله، هو ما عندوش ضغوطات خالص. لان خلي بالك من البدايه هو مش مطالب ان هو يوصل للحته ديت. صح جدا. لان البادجت بتاعه مش العالي، مش او يعني مش زي المصري. يعني المصري مش زي الاتحاد، الاتحاد برضو عنده لعيبه كويسه وعنده بادجت كويس، مش زي ناس كتيره، مش زي البنك، مش زي فيوتشر، مش زي بيراميدز طبعا، مش زي الاهلي والزمالك، مش زي حد. يعني هو يعتبر في حته كويسه مقارنه بالارقام اللي بيطلع. تجارب كويسه جدا. مع مدرب يقدر يتعامل بالشكل ده في الحتت دي، وخلي بالك ناجح مع سموحه قبل كده جدا. واعتقد ان الموسم ده اعتقد ناجح بشكل كبير جدا مع الاب داون اللي يعني موجود في النتائج. يعني طبيعي جدا يخسر ماتش، يكسب ماتش يعني طبيعي. ان مباراه الزمالك مثلا كسبها وكان اداء كويس جدا، اللي بعديه على طول مباراه زد خسرها. بالظبط. فانا شايف من وجهه نظري برضو الاداره داعمه الشكل ده، فهي موصله له الارتياحيه، فما فيش ضغوطات عليه. صح جدا.